الو، ايه وينك؟ لاباس؟ الحمد لله. وينك؟ احنا تو تعرف وين في لافينيو عاملين حمله تصويت كبيره، والعالم العربي صوت لك والناس الكل هذا بيك راقه، يقولوا لك حاجه برك. انا سمعت غنيه ما خسرت الغنيه هذه ولو انا مش مقتنعين بيه، والناس الكل انا حل فمك للماكسيموم وحسها باحساس، غنيها باحساس. عايش لي ولدي وابراهيم معانا وكلنا كنا في تونس عاملين جو. حط فمك بتمنى نحس تسمع فيها. ابراهيم فيك عفيف. لا 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 يا ربي تشبيها هكا. عطش الخط، بكلم امي كنت بكلمها يعني حددت الخط لابن عمي صوت. عطش الخط والله حصل فيه، كنت عايزه احكي معك 30 دقيقه بس وعطش الخط. طب هترجع تحكيها. ايه ده نسيم؟ ايه ده نسيم؟ في ايه؟ ايه ده نسيم؟ ايه ده نسيم؟ نسيم هترجع تكلم مامتك تاني؟ طب في عيدك ايه ممكن؟ ما قلتليش حاجة، قلتلي يعني عاملين حملة تصويت كبيرة برشا في تونس، لكن يعني هي عدت لي ابن عمي والقطش تخ. طب عشان ابن عمك بس مش مكتوب. ايه؟ اهدى نسيم خلاص، اهدى نسيم. الو؟ يا اخويا وين؟ يا ما تاخذ يا اخي، ما تعرفش القوانين، ما تعرفش تعدي ابراهيم عليه. نعرف نعرف، هو يحب مسكين توحشك. قال لي حتى انا توحشت برشا. مش مشكلة أفهمني، حل فمك مليح لو ماكسيموم في الغنية وحسها بالقديس كده تغني فيه أعطي إحساس في الكل. هذه الرمارك بتاع الشعب العربي الكل والناس واقفين معاك، ودعم كبير من صابر الربيع يعطيه تحية، ومن لطيفة العرفي ومن الفنانين التوانسة الكل توقف قدام الكاميرا وتعطي تحية للناس الكل اللي شجعوك، والتوانسة والليبيا وموريتانيا زيدا السودان عمان اليمن كلهم هذوما واقفين يشجعوا فيك يا نسيم. الو ولاش زعلان؟ رو كفي خبرني. انا كنت اول ما حكيت مع امي يعني ما بعرف نسيت شو عملت، يعني مرقت لي ابن عمي، وامي ابن عمي مش مكتوب بالورقه، عارف هذا شو الخط؟ شو الخط؟ مشان هيك بس قالت لي يعني حملت تصويت كبيره ومبسوطه هي؟ ايه كثير؟ والله كثير. شو بدك اكثر من هيك؟ قالت لي المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، عمان، السعوديه، قطر. قالت لي حتى يعني من كندا، فرنسا، قالت لي قاعدين يصوتوا يعني من كل انحاء العالم. بغيتي تهدر ما هدرتيش بزاف. ايه حبيب قلبي ازعلت لما اتقطعش الخط بس. ايه خلص ما لا في وقت لا للبكي ولا للزعل ولا للدبرسه ولا لشيء.